ادلب لسرمدة بياكل معك الطريق 40 دقيقة، ليش تتسابق مع عداد السرعة؟ خلي هالطريق ياكل معك ساعة. قبل ما تطلع من بيتك تذكر انه اطفالك وزوجتك عم يستنوك، تذكر انه هاي الناس اطفالها واهلها عم يستنوها اخر النهار. لا تكون سبب رئيسي بإيذائهم او تكون سبب بحادث عنا بالشمال. كلياتكم عم تشوفوا، مستحيل يمر علينا يوم او يومين بالوتره الاخيره بدون ما يصير عندنا حادث بالشمال. بصير يا اخي خفف سرعتك، ليش مستعجل؟ عم تسابق الموت؟ مالك مكترس لحياتك؟ مكترس لهاي الناس؟ لانه الطريق مو ملكك وحدك، ملك هاي العباد اللي عم تمر فيه. صدقني رح تتحاسب امام الله عز وجل، لانك اذا استهترت بحياتك رح تتحاسب عليها، واذا استهترت بحياه هاي الناس رح تتحاسب كمان. رسالة للشباب، يا أخي ليش طاير؟ ليش مسرع؟ ليش؟ أشو السبب؟ ليش؟ تأخر عن موعد 10 دقائق، بتأخر ربع ساعة، بطلع أبكر بربع ساعة. هذا الميتور تم تصنيعه ليخدمك، مو ليكون أداة قتلك أو موتك. وهذا الميتور تم تصميمه ليمشي على دولابين مو على دولاب واحد. هذا تصمم ليمشي على دولابين مو على دولاب واحد. مشي على دولاب واحد، لا تفكر انه هاي رجوليه او استعراض مواهب، لا ابدا. لانه منظر قذر الصراحه وقت عم نشوفه اليوم بالشوارع، ميتور ماشي على دولاب واحد. اشو الهدف؟ اشو الهدف؟ شوفني انا ممشي الميتور على دولاب واحد، ايه. طيب انت مقتنع بالشيء اللي عم تسويه؟ انا حابب وجه رسالة لولاة الأمور عندنا بالشمال السوري، يا ريت يتم منع كل شاب تحت سن 18 من قيادة الدراجة أو السيارة. يا ريت يتم منع كل شاب تحت السن القانوني من قيادة السيارة أو الدراجة. ورسالة للأب كمان، قبل ما تعطي ابنك مفتاح السيارة فكر بالناس اللي على الطريق. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.